السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم ياسمين للخياطة والتفصيل. طبعا الفيديو تاع اليوم راح يكون تكملة للفيديو السابق اللي هو اللباس تاع التخرج. فيديو تاع اليوم راح نكمل معكم القطعتين اللي هما القبعة تاع التخرج وايضا الوشاح الخاص بالتخرج. كامل التفاصيل والقياسات المضبوطة باذن الله راح تلقاوها في هذا الفيديو. يعني اللي مهتمة بهذا المشروع ان شاء الله راح تلقى كامل التفاصيل. اول قطعة اللي هي القطعة تاع الشال هنا باللون الاحمر، تحتاج فيها عرض حوالي 28 سنتيمتر والطول درت فيها 120 سنتيمتر. هذه القطعة الخاصة بالشال. أما بالنسبة لبنات للقبعة، عندي هذا الجزء تاع الكرتون، حاولوا تخيروا الكرتون يكون شوية خشين البنات. هذا الجزء راه مربع فيها 24 سنتيمتر على 24 سنتيمتر. ركزوا البنات، اللي تحب تكبر أكثر كما تحبوا دير حوالي 26 سنتيمتر. وبالنسبة للدائرة اللي راح تكون حول أسفل هذه القبعة وحول الرأس، حبيت أني نخدمها بهذا لافيزين الخشين البنات. العرض تاعو فيه 8 سنتيمتر. وبالنسبة للطول، تهزوا شريط المتر على الدورة تاع الرأس القياسي تلقاوه البنات تحطوه. أنا هنا عندي قياس تاع 54 سنتيمتر، هذا القياس خاص بالفئة تاع السانكيام، يعني حوالي 10 ولا 11 سنة. هذا لافيزين البنات من بعد راح نلصقوا بهذه الطريقة، جهة اللي تلمع مع جهة اللي تلمع ونلصقوا مع بعض بهذا الشكل. طبعا البنات اللي تحب تستعمل الكرتون هنا كيما تحبوا، ولكن الكرتون راح يعيكم شوية، وهذا لافيزين راح يكون شوية خفيف ويسهل عليكم الخدمة، وانتوما عندكم حرية الاختيار. هذا بالنسبة للكرتون وهذا القطع تاع الفيزين. جيو هنا لهذا القماش تاع الساتان. بالنسبة للمربع تاع القبعة، القياسات تقريبا نفسها، ولكن راح تزيدوا 2 سنتيمتر اللي هي 26 الى 26 سنتيمتر. هذه القطعة هي مطوية على 2. راح نعطيكم البنات الطريقه بلا ما تستعملوا بزاف البنات البيستولي، فقط بالخياطه. هذه الطريقه ناجحه اكثر من البيستولي. وبالنسبه لهذا الشريطين كيما قلت لكم البنات زيدوا 2 سنتيمتر. لاحظوا معايا هنا العرض درت فيه 8 سنتيمتر وهذا الشريط درت فيه 9 سنتيمتر. طبعا دائما مطوي الى 2 يعني فيه 18 سنتيمتر، والطول ايضا تزيدوا حوالي 2 سنتيمتر، يعني 54 سنتيمتر تولي لكم 56 سنتيمتر. هنا بالنسبه للادوات اللي تستعملوها، تقدروا كما قلت لكم تستعملوا البيستولي، ولا ايضا تقدروا تستعملوا هذا لاكول، ايضا عمليه جدا، ولا تستعملوا الطريقه اللي راح نخدم بها هنا في هذا الفيديو اللي هي الخياطه. بيستولي ماكمش راح تخدموا بها ياسر. عندي ايضا هذا الزبله اللي العرض تاعها فيه حوالي 4 سنتيمتر، تقدروا ايضا تستعملوا لي اكثر في العرض. تحتاجوا ايضا هذا الفتول، تحتاجوا واحد ولا ثلاثه على حساب الطلب، يعني تحبوا ديروا في القبعه ولا في الشال. للكتابه البنات تحتاجوا هذا الجليتر في اللون الفضي ولا اللون الذهبي كيما تحبوا. راح نشارك معكم كامل التفاصيل خاصه اصحاب المشاريع وفي هذه الفتره بالذات. تابعوا معي البنات خطوه بخطوه. وكأول مرحلة راح نبداو بهذه القطعة المربعة، نخيطها على الجهتين ونخلي جهة واحدة فقط. وأيضا هذه الأشرطة راح نخيط هذا الشريط للعرض تاعو فيه 8 سنتيمتر وهو مطوي إلى 2، يعني إلى 2 في يعني هو مفتوح عفوا في 16 سنتيمتر. نخيطهم بهذه الطريقة، ولكن قبل راح نلصق هذه الأشرطة تاع الفيزين مع بعضهم، الوجه اللي يلمع مع الوجه اللي يلمع، باه يكون شويه خشين. وكيما قلت لكم اللي تحب تعتمد الكرتون كيما تحبوا. لاحظوا معايا بعد ما خيطت وقلبت على الوجه الصحيح، نجي هنا لهذه القطعه نقلبها على الوجه الصحيح بهذه الطريقه. هذه القطعه مربعه فيها 26 على 26 والقطعه تاع الكرتون فيها 24 سنتيمتر. ندخلوا بكل سهوله بعد ما نخرج الزوايا مليح. تقدروا ايضا تستعملوا طريقه تاع البيستولي كيما تحبوا. هذه الطريقة ناجحة أكثر من طريقة البيستولي، يعني ما فيهاش خدمة ياسر. تخيطوا فقط الزاويتين ولا هذا الخطين، والجهة المتبقية رايحين تخيطوها بخياطة عادية جدا. لاحظوا معايا ندير كفة صغيرة بهذا الشكل ونخيط. وأيضا بالنسبة لهذا الشريط راح ندخل فيه هذا الشريطين تاع البيستولي، تقدروا تزيدوا ثلاثة ولا أربعة كيما تحبوا، ولا ديروا قطعة من الكرتون بنفس الطريقة ونفس القياسات. نحاول اني ندخله كامل. لاحظوا النتيجه اللي تحصلت عليها. من بعد راح ندخل جهه واحده بهذه الطريقه وندير كفه صغيره ونخيط. بهذا الشكل تحصلنا على القطعتين الاساسيتين لهذه القبعه بعد ما خيطت هذا الشريط. نجيب هنا هذا الذبله البنات اللي العرض تاعها فيها 4 سنتيمتر، ندير طيه صغيره بهذه الطريقه. وفي هذه المرحله راح نلصق بالبيستولي. لاحظوا معايا ندير خطين بهذا الشكل ونلصق.
القطع تاع هذه القطعة البنات على حساب القطع تاع الدورة تاع الرأس. تهزوا شريط المتر تدوروه على البنوتة وتشوفوا القطر. انا هنا عندي 54 سنتيمتر، ثم تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حساب الحجم تاع كل بنوتة تاع الرأس تاعها. طبعا لاحظوا معايا بعد ما كملت ندير طية صغيرة ونكمل ندير البيستولي بهذا الشكل، طريقة من اسهل ما يكون في وقت صغير. خلاص راح نكملوا هذه القبعة، يبقى لي فقط اني ندور البيستولي اللوتور تاعها كامل. حددوا فقط مليح جهة الوسط البنات، وايضا كفروا البيستولي في هذه المرحلة باه تلصق مليح. اضغطوا عليها شوية فقط البنات وراح تلصق مباشرة. دوك تشوفوا معي بنات النتيجة النهائية من اسهل ما يكون. طبعا هذا اللون تاع الذبلة على حساب اللون اللي اعتمدتوه في اللباس تاع التخرج، تقدروا ديروا اللون الازرق ولا الاصفر كما تحبوا. لاحظوا معايا تقريبا النتيجة النهائية، يبقى لي فقط اني نلصق هذا الخيط. هنا هذه الذبلة البنات تقدروا ديروا بالخيط تاع السوتاج، ديروا فقط حوالي 25 سنتيمتر وتحطوا البيستولي بهذا الشكل في جهة الوسط تلصقوا. وهذه الخطوة تبقى اختيارية كتزيين فقط. لاحظوا معايا النتيجة النهائية للقبعة. بالنسبة لهذا الخيط البنات تحبوا تخليوه حر بهذه الطريقة ولا تحبوا تثبتوه في زاوية من الزوايا؟ أنا هنا راح نستعمل كمية قليلة فقط من البيستولي ونثبته بهذه الطريقة ونحط الخيط بهذا الشكل. طريقة سهلة جدا البنات، يعني هنا تهزوا القياس تاع هذه الزاوية وهو نفسه اللي راح ديروه بالخيط تاع السوتاج. لاحظوا معايا النتيجة النهائية. بعد ما كملنا من القبعة نمر مباشرة لهذه القطعة تاع الوشاح ولا الشال. العرض تاع هذه القطعة فيه 28 سنتيمتر، وبالنسبة للطول كيما قلت لكم حوالي 1.20 متر. هنا ريم طوي على 2، طبعا الطول تتحكموا فيه كيما تحبوا. هنا وهي مطوية على 2 تقريبا 63 سنتيمتر. ندورها على الجهة الخلفية ونفوت عليها بخياطة بهذا الشكل. طبعا بعد ما طويتها نتحصل على قياس 14 سنتيمتر. لاحظوا معايا بعد ما خيطها على بعد 2 سنتيمتر، حاولوا تخليو حوالي 3 أصابع في جهة الوسط. من بعد راح تقلبوا بها هذا الوشاح، نفتح جهة الوسط بهذه الطريقة، يعني الخياطة نردها في جهة الوسط. نجيب الحديد ونفوت عليها كامل، نفتح هذيك الخياطة اللي فيها 2 سنتيمتر بهذه الطريقة. هنا الخطوة تاع الحديد ضرورية جدا، وهنا راح نحدد معاكم هذاك المثلث اللي يكون في النهاية. أول خطوة من بعد ب1 سنتيمتر، من بعد هذاك ال1 سنتيمتر نطلع بقيمة حوالي 8 سنتيمتر. نعين هذه النقطتين، من بعد نعين قيمة الوسط. طبعا هذا المثلث تحبوه يكون حاد أكثر أطلعوا بقيمة 10 سنتيمتر. هنا اكتفيت فقط ب8 سنتيمتر. مباشرة نجيب القلم ونرسم هذا المثلث. هذا الشال ولا هذا الوشاح من أسهل ما يكون. راح نعود لكم فقط بالقلم باش تفهموا الشكل أكثر. لاحظوا معي البنات طلعت ب1 سنتيمتر، من بعد بعت ب8 سنتيمتر ورسمت هذا الشكل تاع المثلث. هنا في جزء الخياطة نفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية، نفس القياسات. نمر مباشرة جزء الخياطة، نخيط هذا الحواف اللي كنت رسمتهم بالقلم. وبعد ما خيطت كما راكم تلاحظوا مباشرة راح نحي هذه الزوايا، ما نحتاجهمش. من بعد كي نقلب ما يقلقونيش ونكرونتي. هنا بعد ما قلبت البنات وكرونتي تلاحظوا النتيجة اللي تحصلت عليها. دائما حاولوا تستعينوا بالحديد باه تكون الخدمة تاعكم متقونة ما شاء الله. وهذه الفتحة اللي فيها 3 أصابع في الوسط من بعد راح نخيطها خياطة مخفية فقط باليد. مر مباشرة لطريقة الكتابة على هذا الوشاح. لاحظوا معي النتيجة اللي تحصلت عليها، الجهة الأمامية والخلفية روعة. يبقى لي فقط الجزء تاع الكتابة. أولا راح نحدد المكان اللي راح نبدأ الكتابة فيه، نرتفعه من نهاية المثلث بقيمة 6 سنتيمتر ونعينه الوسط، لأنه الكتابة راح تكون في هذا الوشاح طولية، ما تصلحش كامل أنه نكتبوها في جهة العرض. كما قلت لكم البنات نطلعوا بقيمة 6 سنتيمتر ونعينه خط يكون فيه جهة الوسط تاع الكتابة. لاحظوا معي البنات هذه الفكرة تاع الحروف اللي يلصقوا في الثلاجة، فكرة روعة سواء عندكم الحروف ولا الأرقام بلا ما تتعبوا روحكم كامل بالكتابة. هذه الحروف يجيو خشان وعراض روعة، والشكل تاعهم يجي من أروع ما يكون في هذا الوشاح. حطوهم بهذا الشكل وعودوا عليهم بالقلم كامل.
لاحظوا معي هنا، بعد ما طبعتهم كامل حطيتهم وضبطت عليهم بالقلم. انا هنا كتبت اسم بنتي. مباشرة راح نجيب هذا الجليتر. طبعا البنات هنا حاولوا انكم تبداو بالرقم ولا الحرف اللي في الجهة العلوية وتنزلوا، ما تبداوش بالجهة السفلية لانه راح توسخوا الحالة. نبدأ اولا باول حرف بهذه الطريقة، طريقته من اسهل ما يكون. حاولوا فقط تبينوا العلامة الحروف، يعني كي ترسموا بالقلم حاولوا تعاودوا. ونفوت عليه بهذه الطريقة كامل، نعمر كامل هذاك الفراغ اللي في وسط الحروف. طريقة سهلة جدا البنات. بالنسبة للكتابة تقدروا تكتبوا اسم البنوتة ولا اسم الطفل، أيضا تقدروا تكتبوا في الجهة المقابلة السنة اللي فوت فيها السانكيام، ولا تكتبوا ألف مبروك ولا مبروك النجاح كما تحبوا. ولكن في الوشاح ننصحكم أنكم تكتبوا الحروف بهذه الطريقة، يكون الشكل طولي وجهة المقابلة تكتبوا السنة. وبالنسبة لأصحاب المشاريع هذا الأمر يبقى على حساب اختيار الزبونة، يعني تشاوروها وهي تخير وش راح تكتبوا لها. لاحظوا معايا بعد ما عمرت أول حرف راح نكمل الحروف الثانية طوليا، ونبدأ على الجهة العلوية بهذه الطريقة من أسهل ما يكون. بالنسبة لهذا الجليتر على ما أظن السعر تاعه يدير حوالي 25,000، تقدروا تختاروا في هذا اللون الفضي ولا الذهبي كما تحبوا. نعمر كامل الحروف بنفس الطريقة. لاحظوا معي النتيجة اللي تحصلت عليها. يبقى لي فقط أني نعمر أيضا الجهة الثانية بالكتابة، راح نكتب فيها ألف مبروك. ونخلي هذا الوشاح يشيح تماما، خليوا هذا الجليتر يشيح تماما البنات، حاولوا ما تقيسوش نهائيا. بعد حوالي نصف ساعة راح تلقوه شاح. لاحظوا معي النتيجة النهائية الخاصة بهذا المشروع اللي هو قبعة وشاح الخاص بالتخرج، من أسهل وأروع ما يكون. لأصحاب المشاريع نتمنى تتوفقوا كامل في الخياطة والتفصيل تاع هذا المشروع. حق الخياطة كنت ذكرت لكم في الفيديو السابق راح يكون 100,000 قبعة وشاح بهذه الطريقة، حق الخياطة فقط البنات. واللي تحب تزيد حق السلعة فراح تقيموا لها السلعة وتزيدوها لها. بالنسبة للألوان والطريقة تاع الكتابة تبقى حرية الاختيار لكم ولا للزبونة. تقدروا أيضا تكتبوا في القبعة كما تقدروا تكتبوا في الوشاح، ولا تبدلوا الاسم واللقب ولا السنة كما تحبوا البنات. هنا على حساب الطلب كاين عدة أنواع وعدة أشكال في هذا اللباس تاع التخرج. أيضا اللي ما شافتش اللباس كامل راح نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، ولا ترجع فقط للفيديو السابق. هنا نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اللي نتمنى فعلا أنه يكون نال إعجابكم. أي سؤال ما ذكرتوش في الفيديو ولا أي استفسار حطوا لي فقط في التعليقات وراح أرد عليكم مباشرة. خليكم كامل في أمان الله وحفظه.